إن كلها شوب نحاول نغير فلاتر نجددها حتى لو محل جديد. شرح بسيط الفكرة التحية اللي عندي في المحل. عندي فلترين الزرقاء الكبيرة نفس الموجودة في الصورة، وبعدها سيستم التحلية هذا. فلاتر الغبار تخفف الغبار على فلاتر الغبار الموجودة عندي في الجهاز التحلية، فيعطي عمر أطول لها لأن هي اللي تسد أبكر من اللي بعدها. طبعاً هذولي ينسدون قبل ذولي، هذه قد على من عندي لأن تجربتي أنا قبل أركب فلاتر هذه كانت تنسد وكان يطول الموية عشان تحلي، فكان تاجية الجهاز تضعف إذا انسدت ذولي. لذلك شلت أركب الآن اللي هي الفلاتر قبلها، مع أني أنا جايب موية زيت الحسين، مع ذلك الغبار فيه في كل الألغوتهم كل الموية فيه نفسها، فإحنا نحاول نصفي إلين آخر شيء. هذا سيستم مباشرة بعدها مصورة البار. طيب أول شيء تسوونه تفرغون الموية الضغط كامل من هذا المصورة، تفرغ كل الضغط. أنا طفيت المواطير اللي برا، قفلت الموية اللي جاية على السيستم واللي طالع من السيستم، بحيث أني أعزل السيستم كامل وفرغته. كذلك فرغت اللي في الجهاز التحلية وفرغت اللي في المواصير. الآن بإذن الله إذا فكينا بينزل موية شيء بسيط. طبعا الموية اللي طلعت بالضغط العالي مرة كثيرة، وهذا طبيعي لأن التخزين فيه ضغط، يعني فيه السيستم كامل كبير وفيه ضغط كبير، فبيطلع موية مرة كثيرة حتى وانت مقفل أو حاجز السيستم من قدام ومن ورا مسكر المواصير عليها. الخطوات الرئيسية الآن بنغير الفلاتر. شرينا الفلاتر من سبيشاليتي هب، موضوع مرة بسيط، فر ونزل، فر يلا يا ريبون ونزل، خلاص كذا انتهينا. بس هذا فك تحت أول أو بنت تحت، هذا اللي هو الهوز حق الدرين حق الأملاح، هذا الشيء الوحيد اللي فيه شوية يعني شغل، لازم تغير هذا إلى الجديد. طبعا لو تلاحظون هنا مشكلة ايه ابن هذه الغبار مع فلات الغبار موجودة، بعدين تخف هنا ثم نجت هنا تختفي خلاص، ما يصير في أي غبار. هذا تخلي السيفتي عليه وتقلبه، تغير هذه تركب قطعة الدرين. قطعة الدرين نفسها القديمة من السيستم القديم تركبه في الجديد. يعني الحين هذه يمكن مغيرينها على هذا، يمكن خامس فلتر نغير عليه ومثل العسل ماشي. وحتى لو خربت أهم شيء ما تنشد عليها بقوة لأنها بلاستيك، لكن لو خربت ممكن تغير بالسوق موجودة مثلها. أفتح طارق تسمعون الصوت ضغط. طبعا الآن الشركة حاطي لكم هنا إيش نوع الفلتر اللي تركبونه، فهذا الفلتر هو نفسه هذا، هذا الفلتر هو نفسه هذا. طيب ليش عندي فلاتر بنتير وبتيور بينما الشركة اللي أنا شاري منها الجهاز وبتيور؟ شيء زي ما قلنا المرة الماضية، شركة بنتير استحوذت على وبتيور، فخلاص الآن وبتيور صارت تحت بنتير، فلذلك عقدتهم كلهم أخوات. وإذا شفتوا هذه العلامة فهي نفس هذه، وإذا شفتوا هذه فهي هذه. بس الله يوفقنا وياكم. باقي خطوة واحدة أخيرة مهمة. طبعاً خطوة مهمة نقفل السيستم أو خليه يشتغل، بدي يرتفع معكم. هذا الشيء المهم اللي جداً لازم نسويه بعد كل تغيير فلاتر، لازم نفتح هذا الهوز الأزرق اللي جاي على الخزان ونخليه طالع برا لمدة ربع ساعة إلى ما يصفى الموية. بعدها نرجع نشبكها في الخزان وخلاص يكون تغيير الفلاتر كذا تام 100%. طيب في مشكلة واجهتها قبل شوي، هذا ما كان يطلع موية، ففي حل سويته، في مسمار هنا ذهبي فريتها فرة كاملة مع قارب الساعة، ثم خليته بس مشي الموية، كان شكله في سدة أو شيء زي كذا، بس مشي الموية شوي، رجعت سكرته رجعته زي ما هو على وزنته. طبعا اماكن فحص الديس جزاه الله خير بولولو منقذنا بهذا الجهاز، هذا اللي داخل على جهاز التحليه، وهذا الجهاز يقرا اللي داخل اللي طالع انه اوت. طبعا ما تقدر تقراه الا اذا هو قاعد يشتغل، اذا هو طافي ما في فايده هذا الجهاز، ما يعني ما بيعطيك قراءه صحيحه. كذلك مكان القراءه الثاني مكان الخزان اللي برا الازرق، المكان اللي يدخل فيه المويه تحط فيه كاس وتقيس منه المويه، هذا تقدر تقيس المويه اللي طالعه دايركت من جهاز التحليه، او بعد استهلاك وحركه المويه وتفريغها
تقدر تقيسه من المكيه القهوه او البزبوز اللي طالع منه المويه، النظام بلاك.